أكثر من يمكن 53 نص مدعومة بالرسوم. ما شاء الله. نعم، في لبنت رسامة تقرأ القصة وترسمها كما فهمتها، وده الرسمة اللي في الغلاف أحد الرسمة. هذا الرسمة ما شاء الله. نعم. هذا الكتاب قلت يوما هذا في أفكار قصيرة ويعني زي ما تقول مثل التغريدة تماما، مختصرة وموجزة وتعطي الفكرة في أقل من سطر سطرين، وباللغة العربية والإنجليزية اللغة البسيطة التي يتحدثها كل الناس. دقيق خلاص. نعم. هذا خلصنا منه شوي الباقي ما شاء الله. الكتاب اللي في يدي الآن هذا آراء في آراء، عبارة عن مقالاتي في الصحيفة، جمعت منها ما يناسب أن يكون يحفظ في كتاب، صارت في هذا الكتاب مجموعة من مقالاتي. نعم، مقالاتي. شقف روح، هذا ديواني الشعري الثاني، شعري، ديوان شعري نبطي للفصيح، الديوان النبطي الأسلام لحد الآن مأجلة. فيه طبعا جميع يعني تطرق الديوان لجميع أغراض الشعر، ما شاء الله، الفخر والوطنيات والاجتماعيات والوجدانية والنصيحة والحكمة وكل شيء. هذا الكتاب متخصص في التدريب، يعني يصلح للمدرب الجديد والمدرب القديم. فيه جميع الاستراتيجيات التي حتى وقوفك على مسرح التدريب كيف تقف، من خبرات حياتك 25 سنة وأنا أدرب في هذا الكتاب. هذا الكتاب تجربة جديدة لي في نوع من الأدب نسميه السير والتراجم، وكانت أول تجربة لي في كتابة سيرة والدي رحمه الله. طبعا ذو حكمة، الرجل عنده حكمة وعنده بصيرة وكذا، سموه البصير، هذا يسمونه ربع عشر اللي هو يسموه عندك الوالد، هذا صوت، هذا اللقب له، اسمه ناجي واللقب البصير. وفيها والكتاب ذا جديد سيوقع في الرياض، أنتوا أول ناس حصل عليه ترى. يعطيك العافية. الله يعافيك. هذا الكتاب في رحاب التعليم، كتاب متخصص في التعليم، يعني وضعت خبراتي 35 سنة في التعليم في هذا الكتاب، بالإضافة إلى الأساليب الحديثة التي ينبغي أن يكون عليها التعليم الآن. لا، وزاد الكتاب على هذا، زاد على رؤية مستقبلية للتعليم إلى حد عام 2050. ما شاء الله. يعني إيش بصير حال التعليم في 2050؟ تجده في هذا الكتاب. ما شاء الله. هذا ديواني الأول. ديواني الأول غيمة بوح باللغة الفصيحة، وصدر عن نادي نزار الأدبي مشكورين، ويعني يحتوي على عدد من قصائدي الفصيحة. هذا الكتاب السيدون الثلاثة عبارة عن رواية عن محرقة الأخدود، ولكن يوجد داخل الرواية يعني معلومات ومصادري. جلست أكثر من ثلاث سنوات، تحاكي المحرقة، أبحث عن مصادر موثوقة لكي تخرج الرواية بشيء جديد عما عرفه الناس، منها حياة المجتمع النجراني في ذاك الوقت كيف كانت، ثم خلفيات من هم السيدون الثلاثة، ستجدهم إن شاء الله داخل الرواية. يحاكي ملحمة الأخدود، يتكلم عن محرقة الأخدود، عن المحرقة اللي وقعت في الأخدود، وتفاصيل صغيرة كتير. جدا جدا، من مصادر تاريخية بعضها نقوش، كي تخرج الرواية بهذا الشكل. لا الحمد، يعني الرواية خلص صدى جميل، عليها دراسات الآن في داخل المملكة وخارج المملكة. نفخر بمثلك طال عمرك. الله يطول عمرك. أنا سعيد بكم والله. وأنت لنا أب روحي في هذا المجال، منك نستفيد. الله يطول عمرك. الله يحييك. شكرا.